بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض خيرية قال بدها تروح أول شهر على بلدها كم يوم أنا عندها عرس بنت عمها وبدها تحضره أنا ناوية إلا لأ يعني مش وقته فيها تنطر لأول السنة بس لو غابت يومين ما أظنش هيبقى في مشكلة البنات دول بيبقوا غريبة عادة بس أنا اتغيرت أنا مش البنت الصغيرة اللي كانت طايرة بحب عزيز اللي ملوش أول من آخر ولا البنت اللي ما شافتش من الدنيا غير محل أبوها اللي كانت بتساعده فيه أنا اتجوزت وسبت هنا ورحت اسكندرية وعملت صحاب ومعارف دنيا كاملة وكبيرة أكبر من العالم الصغير اللي هنا أنا جاي عشان أقول لحضرتك إن أنا عايز أسيب الشغل في اللوكاندا عرض حضرتك على عيني وعلى راسي لكن الفرق ما بيني وما بينك زي الفرق ما بين السماء والأرض الفرق ما بيننا إن أنا فكرت قبل ما فاتحك وإنتي لسه بتفكري وده حقي يا ريت حضرتك ترجع تفكر تاني في الموضوع ده انا ترددت كتير اني افتح معاك الموضوع ده لاني مش حابب ان انا اخسرك بس قلت انك ممكن تكون بتفكر ترجع مصر تاني في نفس الوقت انا مقدر انها فرصه مهمه وصعبه تفوت والله ما كانش بالي خالص الحقيقه من ساعه ما جيت هنا واستقريت ما فكرتش في موضوع الرجوع لمصر بس زي ما حضرتك بتقول الفرصه مهمه انا اتفقت مع الست لواحظ القضبه انت خرطت البنات خرطك خلاص ويا دوبك نبتدي ندور لك على العريس متهيألي يا طنط العريس هو اللي المفروض يدور علي انا بس وافقت اقابل حضرتك لما عرفت انك عايزني في شغل من الاخر انا عايزك معايا في التياترو اللي بفتحه في مصر ايه ما نفسكيش تغني هناك يمكن تقرب لها أو تقرب لجوزها
بس الأكيد هي مش من هنا، تلاقيها من معارفها في اسكندرية. بس مبين عليها طيوبة كتير، وهي الحداية الطليانية هتحد في كتاكيت. ليش تأخرتي؟ مش قلتيلي رح تلحقينا على طول؟ صفت الرقبة كانت بس بدك من فستان معيني منبهة عليها من الصبح. استلمت الصور امبارح عشان لو عايزة تديهم للخبر. كويس، عشان أنا كنت هشيع لها عايزاها في موضوع كده، فأبعت لها الصور بالمرة. أجيب لحضرتك حاجة؟ أيوه هاتيلي نعناع. دخل عليا دور برد عايزة ألحقه من بدري. كتير طيب الكيك. بالهنا والشفا. أمال نادية فين؟ بالبيت مع بيا. قولي لي إيه؟ إلا أنت اسمك إيه؟ كريمة. قولي لي كريمة، أنت جديدة هنا صح؟ أيوه. لسه مستلمة الشغل. لا أنا مش قصدي المحل، أنا قصدي البلد. أيوه بقالي هنا فترة. قاعدة عند واحدة معرفة وهي اللي جابت لي الشغل. أجيب لحضراتكم أي حاجة تانية؟ ممكن شاي من فضلك. لا انتوري حابة أتفرج على الصور. مثل القمر يا نبيلة. ليش ما قلتي لي إنك رحتي؟ كان بدي أجي معك. أنتِ كنتِ عايزة تتصوري؟ لا نحن تصورنا بس كان بدي أستلم الصور. أمي ما عندها ولا صورة لنعطيها وحابة أبعت لها شي وحدة. أنا وفريد كمان صورنا. يبقى لازم تبرويزيها وتعلقيها في الصالة. ولا أقول لك ما تعلقوها في أوضة نومكم أحسن. لا بعتقد بالصالة بتطلع أحلى. أنتِ مش كنتِ عايزة تغيري ستاير الصالة؟ ولا رجعتي في كلامك؟ ما هتلاقيهم مش هيغيروا حاجة ما دام راجعين مصر. مصر؟ أيوه عزيز بيقول إن الدكتور فريد جاي له شغل في مستشفى كبير هناك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نادية نامت؟ لسه نايمة من شوية. كنت منتظرك عشان نتعشى مع بعض بس انت اتأخرتي قوي. تخيل الوقت سرقنا نحن وقاعدين عم نحكي لدرجة اني نسيت اني ما اكلت. انا كمان لما بتبقى عندي عملية كبيرة من كتر التركيز بنسى اكل طول اليوم. لا انت الله يعينك، من كتر الشغل بتنسى تاكل وتنام. بس بتمنى عليك انت ورايح على القاهرة على شغلك الجديد ما تنسينا انا ونادية هون. أنت متخيل شكلي كيف كانوا أنا عم بسمعهم عم بيخبرونا عن خطط حياتي اللي ما بعرف عنها شيء؟ هيدا ده مجرد كلام. لسه حتى مفيش عرض رسمي. أنا أصلا مش عارف لو عايز أرجع القاهرة أو لا. نرجع. اسمها نرجع. في أنا ونادية. جزء صغير من الحسبة تبعك اللي أنت مصمم تنساهم. أو معتبرهم جزء من الغراض تبعك. مثل تيابك وكتبك بتاخدهم وين ما بدك. تاو على القاهرة حاضر. نرجع لهون حاضر. عايدة أنا مش هاخد قرار زي ده من غير ما نتناقش فيه. أنا كنت هتكلم معك أول ما أتأكد إن ده عرض جدي. بعد كده نشوف هنعمل إيه. خد القرار اللي بيريحك. بس ما تنسى تخبرنا عنه. لحضر حالي للتغيير الجديد. مساء الخير يا مدموزيل. مساء الخير. حضرتك بتدوري على حاجة معينة؟ هو الحقيقة أنا مش جاية أشتري، أنا عندي حاجة عايزة أبيعها. هو أنتوا بتشتروا دهب؟ أكيد.
انت هنا؟ يا ريتني قلت لك تحدفي لي بوكي من الشباك. بتاعت مين دي يا كريمة؟ جبتيها منين؟ قصدك ايه بتاعت مين؟ بتاعت انا طبعا. بتاعتك؟ ايوه بتاعت الزفت اللي انا كنت حكي لك عنه. بس انت قلتيلي انك رفضتيه، ما قلتيش انك انغضبتيله. وهو انت عمرك شفتيني لابساها؟ انت عارفه ان هما كانوا عايزين يجوزوني غصب وانا ما كنتش عايزه، فعمري ما لبستها وعمري ما حسبت نفسي مخطوبة. أنا افتكرت الكلام يعني كلامه بس، مش دبلة وخطوبة. وهو كان لو الموضوع كلام بس كان زماني مرمطت نفسي المرمطة دي كلها. اخص عليك يا كريمة، يعني انت حاسة انك متمرمطة معايا؟ لا والله ما قصدي، ده انت لولاكي كان زماني لسه في الشارع. ربنا يردها لك في كل اللي بتحبيهم. في كل اللي انا بحبهم؟ يا حسرة من كترهم حواليا. يا شيخ ده أمين لوحده شكله بيحبك حب عمرك ما هتشوفي في الدنيا دي كلها. هو أمين ده عملي الطيب، إنما أنا مش عارفة أريحه ولا أرد له الطيبة دي إزاي. أنا هنزل عشان اتأخرت قوي. عايده شوفي شو بها. لا مفيش حاجه، البنت كانت بتعيط. دي كويسه؟ شكلك تعبان. انا مت كل الليل، اكلت نجه ونيمتها وعملت شغل البيت لانه ما فيها اعمل شيء هي وصاحيه. نظفت البيت في نص الليل وطبخت لانه ما فيها يفوت على المطبخ هي وصاحيه. يا كل ده شغل البيت مش حيطير. هيدا كله لأنه قلت لك إذا خيرية أخدت إجازة مش رح ترجع. بس أنت صممت أنها غلبانة وأنه ده من حقها. حقك عليا، بس متهلكيش نفسك كده. ما تشغل بالك، أنا بعرف كتير منيح أتأقلم مع أي وضع بينفرض علي. بفتكر أنه أنت بتعرف هيدا الشيء كتير منيح ومعتمد عليه. يا عايدة لا هو وضع ولا انفرض عليكي. النقل للقاهرة مجرد فكرة، وأنا حتى لسه مش عارف إحساسي إيه تجاهها. شكله أنت طبعك هيك بكل شيء. أحسن إنك ترتاحي شوية، واضح إن قلة النوم موتراكي. وده أمر تعيين الموظفة الجديدة اللي هتمسك مكان نعمات. أتمنى تكونوا جبتوا واحدة كويسة يكون عندها خبرة قبل كده، لأن نعمات كانت ممشية البنات كويس. اللي وظفناها دي أحسن الموجودين، بتنزل لنا بندور على واحدة ما بين يوم وليلة، لأن نعمات الله يسامحها بقى خدتنا على إخوانها ومشيت مرة واحدة. ده حتى يا فندم ما استنتش لحد آخر الشهر علشان تاخد باقي مستحقاتها، مع انه على حد علمي انها قايمه بمصاريف اخواتها وعيالهم. ربنا يعمل لها اللي في الخير. شكرا يا فهيمة فندم.
متأكد إنك كويس؟ أهو ما أنا بستنى من الأسبوع لأسبوع عشان الكلير بتاعك. مفيش حد في الدنيا يعرف يجيب الطعم ده زيك. تسلم إيديك. طب إيه رأيك بقى إن مش أنا اللي عاملاه النهارده بالذات؟ معقولة؟ أمال مين؟ كريم. كريمة؟ كويس إنها طلعت شاطرة. أمال هي فين؟ صباح الخير. صباح النور. كنت رايح الشغل فشفت الأوتوموبيل بتاعك بره. قلت أدخل أسألك لو رايح تاخدني معاك. مش قادر أمشي في البرد أوي. طبعًا، نروح مع بعض. وبرضه أصبح عليكم طبعًا. طب اتفضل أقعد أعمل لك حاجة دافية تشربها. أكون ممنوع لك. تحب تشرب إيه؟ أي حاجة. عندنا كل حاجة، أنت تحب إيه؟ فعلاً أي حاجة. خلاص هعمل لك كاكاو سخن. لسه بتحبه؟ لسه بحبه. عزيز اقعد. مالك في ايه؟ انت كويس؟ ايوه الجو بره بس برد شويه فحسيت برعشه كده. لا الف سلام عليك. يظهر ان الجو هنا ادفى من بره. تفتكر؟ دلوقتي صوفيا هتجيب لك الكاكاو وتدفى تبقى عالي. صباح الخير. صباح النور يا كريمه. ممكن من فضلك تجيبوا لي كلاب؟ لا لا ميرسي مش قادر. لا هيفوتك نص عمرك. مش متخيل حلو ازاي. صحيح؟ اه طعمه جنان. اجيب لحضراتكم اي حاجه تانية؟ ميرسي. هو انا شفت البنت دي فين قبل كده؟ هو ده. طيب شكرا يا احمد، روح انت. انا اسف اني جيت لك من دون ميعاد. اتفضلي. اولا طمنيني انك مش زعلانه اني جيت لك هنا. بخش على ثانيه الدرجه دي. اصل حضرتك انا ماليش صحاب ولا معارف من بره الحته عشان يجوا يزوروني هنا، وانا عارفه ومتاكده ان انا لما ارجع البيت هلاقي ام الواد احمد اللي حضرتك شيعتهولي عامله لي زفه حواري. طب وليه ما نخليهاش زفه عرسان؟ مستغربه ليه يا نعمان؟ انا كنت معاك راجل دغري وقلت لك على نيتي، وانت طلبتي مني وقت عشان افكر واتاكد من كده، وانا جاي لك النهارده فعلا عشان اقول لك اني اتاكدت. انما انت هل كونتي اي فكر في الموضوع ده؟ فكر؟ اللي حضرتك بتعرضه عليا ده زي ما تقول كده حلم. وانا بقى بصراحه مش حلم ان انا احلم واطير في العالي وبعدين لما اجي افتح عينيا على بدور رقبتي. يعني افهم من كده انك ما فكرتش في الموضوع؟ بصراحه غشيت، كنت بطلع على الحلم من وقت للتاني. طب ولما طليتي عجبك؟ طب انا وانت وعرفنا ان ربنا كتب لنا القبول، انما يعني راي بنت حضرتك ايه في الفكره دي؟ انا اسمع يعني ان طبعها شديد حبتين. تسمعي؟ اصل حضرتك انا اللي بستلقى خارج البيت. البنات اللي بيشتغلوا عندك في البيت بعد ما بيمشوا بيجوا يشتغلوا في الاوتيل، وكانوا بيتكلموا عليها بصراحه من غير ما تزعل، كانوا بيخافوا منها قوي. ابدا، دي نبيله قلبها قلب عيله صغيره، هي شالت الهم وكبرت نفسها بدري وحاسبه نفسها ست البيت من ساعه ما والدتها توفت. الله يرحمها. لكن نبيلة عاقلة وتحبلي كل خير، وبعدين نبيلة بقت عروسة وخطابها خلاص على الباب، يعني بيوم وليلة هنلاقيها رايحة بيتها. ربنا يجعل عدلها حلو ويفرحك بيها.
بس حضرتك ما ردتش عليا برضو يا صدقي بيه. هي موافقه؟ مستحيل. ليه بس؟ ماله الدراخر ده؟ يطلع مين ده علشان اتجوزه؟ دي بتقولك موظف درجه تالته ولا درجه اولى حتى، ملاش عيني ابدا. لا ده انت بتتلككي بقى يا بنت انت. حق يا ست ماجده، قال لما في واحد حكت لها عليه الا لما طلعت فيه القطط الفاطسه. طبعا، امال ايه؟ لازم يكون راجل ما فيهوش نص عيب حتى. ده كده بقى يلزمك لورد ولا امير. وماله، ما استاهلوش. يبقى اقعدي جنب ابوكي يا اختي. يا حبيبتي ده الست ملهاش غير بيتها وراجلها. مش لما يكون عندها اب زي بابا، ساعتها العريس لازم يكون ما حصلش علشان توافق عليه. لا ده انت طبعك صعب خالص. وانا ما طلبتش من حد يتحملني. فضتكوا بعافيه، انا بقى لما اروح اشوف اكل عيشي. ما تنسيش يا لوحز اللي طلبته منك. من عينيا يا ست ماجده. فضتك بعافيه يا ست البنات، كان بودينا نفرح بيكي. بيهاتي حاجه عدله انت الاول وبعدين اتكلمي. لا خلاص انا حرمت طلبك ده، ما اتخلقش لسه. فضتكوا بعافيه. يعافيكي يا بنتي، خلي ابوكي يفرح بيكي على حياه عينه. ايه ده يا طنط؟ انت بتفولي عليه. لا ابدا، انا بس عايزاكي تحطي عقلك في راسك وتبتدي حياتك، ويبقى لك بيت واولاد يجروا ويملوا على جدهم البيت. انت فكرك يعني انا مش مقهوره على عزيز ابني اللي ما بلي ريقي بحته عيل ياخد بحسي من هل الله اللي كانت السبب. نفسي اعرف ليه مصره نتقابل دلوقتي مع اننا كده كده هنتقابل كمان كام ساعه في الشغل. وحشتني. ما ينفعش. خير اللهم اجعله خير. اخسى عليك يا ابني. بضحك معاك يا بنتي. لما بدي اعرف ايه اللي محننك عليا قوي كده. ابدا، بس اصل احنا بنتقابل كل يوم في الشغل صحيح، لكن بنبقى زي زمايل او الموظفين، وكمننا يعني في وش بعض كل يوم بننسى نعمل وقت لنفسنا. هو انت متضايق قوي كده اني نزلتك؟ معقوله؟ ده احب ما على قلبي، وانت عارفه كده كويس. لا ده انت راضيه عليا قوي. مش انت والدتي، عشان ده عيالي براحة البال وانا راحتي معاك يا جليلة. هتفضل راحتك وياي فين ما كنت يا امين. انت بتشكي في معزتي ليكي؟ لا بس بشك في الدنيا، محدش عارف ممكن تاخدنا فين. تاخدنا مطرح ما تاخدنا، هتني وراكي لفين ما تروحي. حتى لو رحت حته انت مش حاببها. شفت؟ اديك رجعت في كلامك. مش القصد يا جليله، بس يعني لو حته انا مش حاببها وانت قررتي تروحيها، يبقى انت مش عايزاني من اصلي. ربنا يكتب لنا الخير اي مكان. هيفضل بينا خير يا جليله طول ما احنا ايدينا في ايدين بعض وباصين لبعض مش لفوق. ما تسيب اللي في ايدك ده بقى وتقعد معانا. يبدو اننا كنا وحشينه جدا. عندكم حق، اخبار فعلا بقت مزعجه. ليه خير؟ حوادث الطرق بقت ماليه الدنيا، لسه لاقيين جثه على الطريق. يا ساتر يا رب، انهي طريق؟ من فضلك عندكم كوكك ايه؟ تفاصيل الخبر ده مزعجه جدا، انا مش هقدر اخلص. ايوه عندنا كيكة قرفة وبرتقان وملفية. أنا ممكن آخد كيكة قرفة. وأنا كمان. وحضراتكم ممكن قهوة باللبن؟ لا أنا ميرسي مش عايزة. حضرتك أنا ممكن آخد الجورنال لو خلصته، ولا تحب تحتفظ بيه؟ اتفضلي. Thank you.
كيكة القرفة خلصت، الزبون اللي بره طالب آخر واحدة. طلعيها له، هبقى أعمل واحدة غير. ألو ألو، ده باين إنه مفيش حد. منزل إسماعيل أفندي؟ هو حضرتك عايزة مين؟ أنا عايزة أطمن على مدام كريمان، أنا صديقتها، بقالها مدة هي ما كلمتنيش. ادعيلنا ربنا يردها بالسلامة، مش عارفين بس نلاقيها منين ولا منين. كانت سفرية الشوم واللوم، هي كان قلبها حاسس يا حبة عيني. هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل لا كان على البال ولا على الخاطر، والله ده زي ما يكون البيت اتخرب خلاص. وليلى فين؟ معلش، هو قلتيلي حضرتك مين؟ كريمة. أمين. مالك؟ لا أبداً، ده أنا شرقت بس. هي جليلة طلعت على المسرح؟ أيوه. يوه، ده أنا ملحقتهاش. طب ونبي وصل لها بس إن أنا سبقتها على البيت عشان عندي شغل بكرة الصبح بدري. حاضر. ألو، معك، تفضل. ألو، كيفك عايدة؟ ماما حبيبتي اشتقت لك. كيفك وكيف نادية وكيف فريد؟ كلنا كتير منيح الحمد لله. شو بك يا حبيبتي؟ صوتك منه منيح. لا ما في شي، بس كنت عم نايم نادية وخفيت حدا شوي. لك في اشي مضايقك؟ لا لا ما في شي، كل شي كتير منيح. من كم يوم عملنا عزيمة لأصحابنا اجوا لعنا وعملت لهم اكل لبناني والكل انبسط كثير. انتو كيفكم؟ كيفون اخواتي؟ كيفو عمو جميل؟ ما بدكم تجوا؟ لك يا حبيبتي يا حياتي، ما كنا عندك عن قريب، لحقتي تشتاق لنا؟ انا دايما مشتاقت لك. انت اكيد انك منيحه؟ بالعكس ما في شيء، فريد اجى عارض شغل بالقاهره وعم نفكر فيه سوا. ما بدكم تجوا لهون قبل ما نترك البلد؟ هون كثير حلوه. بنشوف حبيبتي، انت هلا ما بدك اي اشي؟ بدي سلامتكم، سلميني على الكل. وانت سلميلي وبوسيلي على ناديه كثير. اوفا ارجوك حبيبتي.
حبيبتي ونور عينيا ونبض قلبي ليلى. هفضل اكتب لك عشان في يوم من الايام تعرفي انك ما غبتيش يوم عن بالي، وتعرفي اني عايشه بيكي وليكي، وان ما في حاجه بتصبرني غير لما افكر ان كل ساعه بتقربني منك اكتر. انا كل يوم بالليل بحضن دراعي اللي كنت بتنامي عليه عشان احس انك معايا يا ليلى، وكل ما الصبح بيجي هقوم ادور عليكي في حضني واقول يا رب يطلع كابوس وصحيت مني. لكن للاسف تطلع حياتي من غيرك هي اللي كابوس. وحشتني ريحتك قوي، كل نفس بتنفسه وانت بعيد عن حضني بيدخل جوايا زي النار، وربنا يعلم باللي انا فيه وما باليد حيلي. لكن عارفه اني راح اوصل لك ومش هبطل اكتب لك عشان تعرفي اللي في قلبي. قلبي اللي خرج مني وراكي ومش هيرجع غير بيكي. واضح ان ملك الكتابه حاضر. هفوت عليكم وقت تاني؟ ما كانش قصدي ازعجك. انتي كويسه؟ اه كويسه. انا بس كنت معدي فلقيت الباب مفتوح على الاخر. عشان النهارده يوم الاربعاء وصوفيا كانت بتفتح متاخر، فانا قلت اسيب الباب مفتوح علشان الفت نظر الناس ان المكان شغال. انا اسف على الخطا. تشغلش بالك، الظاهر ان احنا لازم طول الوقت تبقى في حاجه بيننا نعتذر عنها لبعض. لكن ما حصلش حاجه. اجيب لحضرتك ايه؟ لا خلاص مفيش داعي، كملي اللي كنت بتعمليه. شكلك كنت مندمجه في الكتابه وده ما بيحصلش كتير، اساليني انا. عندك حق، بس خلاص الشغل ابتدى. هو حضرتك بتهوى الكتابه؟ انا بهوى الكتابه بس هي ما بتهوانيش. ساعات كتير ببقى حابب اكتب، يبقى عندي شعور اقول حاجات، بس بلاقي روحي مش قادر اقول حاجه. ساعات بحس ان انا ممكن الف عالم بحاله زي اللي في الروايات، ساعات تانية بحس ان انا ما افهمش في حاجه الا في الطب. ولما شفتك بتكتبي ما خبيش عليك غير اهتمامك. غيرت؟ كان في حاجه اكبر منك مخلياكي مش حاسه باللي حواليكي، كانه الكلام بيطلع منك على الورق من غير ما تفكري فيه. وانا بعافر عشان نكتب جملتين على بعض. هتيجي في وقتها من غير معافرة، بس ساعتها ممكن تكون لا بتتمناها ولا تبقى عايزة. هجيب لك قهوتك حالا. لما قلت لسارة طنط ماجدة بدها نزورها قالت لي دي وحشاني قوي يا ماما. يا حبيبتي اهو عزيز جه. شفت مين عندنا؟ مساء الخير يا طنط. اهلا، ازيك يا عزيز؟ كويس. ازيك سارة؟ نورتونا، تفضلوا بعد اذنكم. تعالى يا عزيز كل من الملفيه اللي جايبه لك طنطك نظير. لا اسيبكم براحتكم احسن. ايه
أصل عزيز بيستحي قوي زي ما أنتوا عارفين. هو في حد بيخجل في بيته؟ هو قصده يعني تقعدوا براحتكم. تعيش يا ماجدة بالإذن. إحنا بقى هبقى أبعتلك يا نظيرة عشان نردلك الزيارة. لا ما تتعبيش نفسك، اعتبريها وصلت. يلا يا سارة. مرسي يا دكتور. كده تصغرني قدامهم وتخلي رقبتي قد السمسمة؟ حضرتك اللي فاجئتيني وحطيتيني قدام الأمر الواقع. بعدين أنا سلمت عليهم كويس. كويس؟ هو ده كويس؟ أمال حضرتك كنتي منتظرة إيه؟ أخدهم بالحضن؟ لا، منتظرة إنك تفوق لروحك ولعيشتك وتعيش زي ما هي عايشة. بعد إذن حضرتك أنا هنام. نام؟ نام. قضي عمرك نايم على ودانك لحد عمرك ما تسرسب من بين ايديك وانت واقف لها ورا الابواب والشبابيك. على الاقل ساره شايفاك، وشايفاك كبير مش زي التانيه. مالها التانيه؟ ما هي من ساعه ما رجعت وهي واخده مننا جنب عشان تريحك، وانت اللي مصممه تعديها. يكشي يا نن عين امك تكون فاكر انها واخده جنب مننا احتراما لينا زي ما بتقول. لا فوق وافهم، الغندوره سايبه الباب موارب عشان تفضل ملاغياك من بعيد لبعيد، وتفضل انت كل ما تيجي قصادها تدلدل زي زمان. ماما، ماما عايزه تفوقك وتقولك بص حواليك وشوف وافهم. افهم زي ما كل الناس فهمت انها مش شايفاك زي ما انت شايفها، ولا فاكر ايامك اللي فات عليها عمر بحاله، وإلا ما كانتش راحت اترمت في حضن الراجل اللي بتروح له. راجل؟ عاشقها اللي بتقفل المحل كل يوم أربع وتروح له وترجع من عنده موردة ومزهزهة، وانت قاعد هنا زي خيبتها زمانها هي نايمة في حضنه هناك. عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده. انت الوجع اللي انا مستحليه، انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك. أنا مدمنك مع إني عارفة إنك طريق آخره سراب. لأنا قادرة من حبك أخف ولا قد أعراض الانسحاب. أدرى من حبك أخف.
على قد أعراض الانسحاب. أنا مدمنة ولا قد أعراض الانسحاب.